البروفيسور الأستراتي هو أحد القامات العلمية في فنلندا، وحسب ما أعلم فهو أعلى درجة علمية موجودة بين العرب والمسلمين في هذه البلاد، نسأل الله أن ينفع به وبعلمه. آمين. هو أستاذ دكتور بروفيسور في علم البيانات في جامعتي فاسا وألتو. يقدمون اليوم إن شاء الله تعالى محاضرة حول العلم بالأولويات والعمل بها طريق النجاح. للدكتور المصراتي سلسلة من المحاضرات خلال رمضان يوم السبت بعد العصر إن شاء الله تعالى، فنطلب منكم الحضور والدعوة المزيد ليستفيدوا من ذلك. لا أطيل عليكم، أترك المجال له وجزاه الله خيرا. بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نشهدك بأنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ورفع الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزي عنا بخير ما جزيت به نبيا عن أمته، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. كما أحب أن أشكر الإخوة القائمين على مسجد الرابطة على دعوتهم، والحقيقة إصرارهم إصرارا على المشاركة في هذه الدروس المباركة، وعلى رأسهم أخي الحبيب الدكتور حسين العابد. ما هي الأولويات؟ طبعا قدمت على أنها محاضرة، حقيقة أنا ما أحب أن تكون محاضرة أكاديمية بقدر ما تكون موعظة لي أولا قبلكم، ولكن ربما نمزجها شيء من الأكاديمية، نبدأ بتعريفات وتفصيل ثم نذهب إلى الأمثلة، وتكون الموعظة في الأمثلة، الموعظة ستكون إن شاء الله والتوضيح في الأمثلة. فاحتملوني قليلا حتى يعني نوضح الأمور بشكل بعض أكاديمي. فنبدأ بتعريف الأولويات. ما هي الأولويات؟ الأولويات تتعلق بترتيب الأمور سواء كانت تعبدية أو حياتية وفقا لأهميتها عند الإنسان، وهذه الأهمية قد تكون في ذاتها وقد تكون لوقتها كما سنبين. لماذا هذا الدرس عن الأولويات؟ موضوع الأولويات حقيقة وترتيبها هو جد عظيم وخطير انزلق بسبب الجهل به وبسبب تلبيس إبليس واللعب على الترتيب فيه كثير من الناس، فضيعوا دنياهم وآخرتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانوا كمن قال الله فيهم الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وفقا لأولوياتهم هم على الحق، ولكن هم يعني ضالون. تضيع الترتيب في كل شيء، تضيع الترتيب أهمية العبادة، وتضيع ترتيب خطر المعاصي، وتضيع ترتيب أهمية الأعمال الصالحة وغيرها. وفي أمور الدنيا كذلك تضيع الأهم بالأقل أهمية، أو عدم التنسيق بين الأهمية والتوقيت كما سنبين لاحقا إن شاء الله. ولا أبالغ إذا قلت أن الترتيب الأولويات هو الذي يحدد حركة الإنسان في الحياة. ما يصدر عن الإنسان من سلوك وأفعال وأقوال كلها عبارة عن إيش؟ كلها عبارة عن أعراض، كلها عبارة عن أعراض. تصدر عن ماذا؟ تصدر عن منهج، هو منهج الإنسان، والذي تشكل ترتيب الأولويات فيه العمود فقط. ألم تسمع لقوله تعالى
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا يا رب بعد الإيمان انقلبوا؟ لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. استحبوا الحياة الدنيا، رب لم يقل يحبوا، كلنا يحب الحياة الدنيا، ولكن استحبوا، فهذه الأولوية، قدم الحياة الدنيا على الآخرة. وهذا كل إنسان كان مسلما مؤمنا ثم ألحد ستجد السبب هو استحبابه للحياة الدنيا. فحركة الإنسان بين الكفر والإيمان وبين العبادة والجحود كلها تدخل فيها قضية الأولويات بشكل أو بآخر. وكما سنرى لاحقا إن شاء الله، فإن طبيعة ترتيب الأولويات قد يكون بقصد وقد يكون بجهل، وللأسف فالنتيجة متقاربة. فمن يضيع الترتيب وهو يعلم، فهو كمن قال ووصفهم الله بالمغضوب عليه، فهو يعلم الترتيب ولكنه لعب فيه. ومن ضيعها لجهل فهو ضال، ولا يعذر الجاهل بجهله إلا إذا صدت عنه أبواب التعلم والمعرفة، وهذا ليس الأصل خصوصا في أيامنا هذه. أولا، ينبغي أن نعلم أن لكل شيء معنوي أو مادي قيمة وأهمية بذاته، وبعضها موقوت بزمن فتكون له أهمية لأدائه كذلك. عدم وضع الأمور بنصابها الصحيح من حيث الأهمية والتوقيت تضييع للجهد وضلال عن الطريق السوي. الأهمية كما سنبين قد تكون القيمة المادية أو القيمة المعنوية أو القيمة الإيمانية أو القيمة التاريخية أو الوظيفية أو الحياتية وغيرها. حقيقة هناك يعني أصلها كثيرة من الأهميات، والأعمال الموقوتة تكتسب أهمية وأولوية أعلى كلما اقتربت نهاية زمن صلاحيتها. فربما أمر أقل أهمية في ذاته ولكنه يسبق أمر مهم جدا في الأولوية بسبب قرب انتهاء زمن أدائه، لأنه موقوت بزمن. من يحدد الأهمية؟ حتى الآن نحن نتكلم بشكل أكاديمي لو تلاحظ، ولكن بعدين إن شاء الله لما نبدأ في الأمثلة ستبدأ الموعظة من الأمثلة إن شاء الله. من يحدد الأهمية والتي يترتب عليها مكانها في الأولويات؟ هناك أمور أهميتها تصدر عن الحدس السليم والمنطق، وهناك أمور أهميتها يحددها لنا الشارع سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، دليل كبر الذنب ليس بقدر عظمته في صدرك أو تصورك بل بقدر عظمته عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في كتابه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني هو في النفس شيء هين بسيط، أسمع قول وأقوله، يعني أتكلم في أعراض الناس كلمة على شطف أو رشفة من الشاي والقهوة، أقول كلمة وأذهب، كلمة بسيطة ما لا ألقي لها بالا، وهي عند الله عظيمة. فعظمة الشيء وأولوياته هنا تأتي من شعورك أنت به، ولكن بما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى ورسوله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. كلمة ما يلقي لها بالا، لأنها في سلم الأولويات كلمة بسيطة، يعني ما ينظر إليها، ولكنها عند الله عظيمة. للإنسان طاقة محدودة يبذلها خلال عمره، وهذا صحيح حتى في أمور الدين والعبادات. والطاقة ما هي الطاقة؟ نعرف من الفيزياء القدرة والطاقة. الطاقة عادة هي القدرة في الزمن. الطاقة هي مقدار انشغالك الفكري والبدني خلال يومك في أمر معين. فمن جعل 90 أو 95% من طاقة يومه في توافه الأمور فقد خاب وضل. يعني ما نضيع وقتنا وجهدنا وتفكيرنا أو في أشياء في سلم الأولويات هي تافهة، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. هذه مقدمة، نستطيع أن نقول مقدمة أكاديمية سريعة، عرفنا فيها الأولويات وأهميتها
وكذلك ترتيبها ومن يحدد ترتيبها. الآن سنبدأ في أمثلة ونحاول من خلال هذه الأمثلة أن نقطع. سنبدأ بأمثلة ذهنية ثم نبدأ ثم نأخذ أمثلة حقيقية إن شاء الله. الأمثلة الذهنية: أنت مسافر ومسموح لك بحمل 15 كيلوغرام فقط من أي شيء تريد، ولديك حقيبتين أحدهما فيها 15 كيلوغرام من الرمل والحجارة الملساء الملونة، شيء جميل قيمتها تصل إلى 100 أورو، والأخرى شنطة أخرى فيها 15 كيلوغرام من سبائك الذهب بقيمة أكثر من نصف مليون يورو، وأنت حر تحمل ما تريد. فهل تأخذ معك الذهب أو الحجارة؟ طبعا هذه أولوية الآن، ولكن بالحس السليم والمنطق طبعا أخذ الذهب. ولكن هل تعقل أن هناك شخص يترك الذهب ويأخذ الحجارة والرمل ويحملها معه على كتفه؟ والله من لمن يفعل ذلك في أمور الدين والعقيدة كما سنرى لاحقا إن شاء الله. مثال ذهني آخر: امرأة لديها ولد صغير لا يتعدى عمره بضعة أشهر ولديه لعبة يحبها كثيرا، انتبهت الأم لحريق يبدأ في غرفة ولدها الوحيد، فمن تبدأ بالإنقاذ؟ هل تبدأ بولدها أم باللعبة؟ طبعا الحدس والمنطق سليم واضح، ولكنها معقدة جدا من الناحية التعبدية في أمور الدين كما سنرى. مثال ذهني ثالث وأخير: لديك كما في المثال الأول حقيبة الذهب، ولكن حقيبة أخرى ليست رمال وحجارة ولكن بها 15 لترا من قنينات الماء العذبة بقيمة 10 أورو فقط، وسوف طلب منك ستأخذ إحدى الحقيبتين إلى صحراء قاحلة تقطع فيها 30 كيلو متر مشيا على رجليك، فهل تأخذ الذهب أم الماء؟ الماء. فهنا نفرق بين الأهميات، الأهمية في القيمة والأهمية في الفعل أو القيمة الحياتية. الآن سنبين بعض الأمثلة الحقيقية، وهي أمثلة يعني مستقاة من الواقع، يا أما حصلت معي أو حصلت مع صديق ثقة، حتى نحاول. طبعا المقصود ليس المثال في ذاته، لأن كلنا لن تنطبق علينا هذه الأمثلة بشيء أو بآخر أو بشكل أو بآخر، ولكن الفكرة أن نحاول أن نستخلص العبرة من المثال. عندي صديق كان طالبا عندي في جامعة فازا في مرحلة الماجستير، ثم ذهب إلى في دورة تعليمية إلى السويد، وكان في هذه الدورة عدة أيام تقريبا أسبوع تقريبا كان أو أقل. فلما ذهب هناك كان مجموعة طلبة من عدة دول، من دول النورديك كانتريز يعني السويد والنرويج وغيرها، فقال لي وهو أهل ثقة أنهم وضعوه في غرفة واحدة مع أخ مسلم آخر من دولة ما، فقال جلسنا في نفس الغرفة يعني نبيت في نفس الغرفة. فقال ثلاثة أيام ما رأيت هذا الأخ المسلم يركع ركعة لله، يعني قال كنت يعني أعمل أجهز المنبه لكي أستيقظ قبل الشروق فأصلي الصبح، وثم في أثناء الدورة أبحث عن مكان أصلي فيه الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء. وأخونا هذا قال جيد، شخص جيد، ولكن ما رأيته يسجد لله سجدة. ثم قال بعد ثلاثة أيام تقريبا في منتصف الدورة كان في مطعم الجامعة، فقال جالس أنا أكل عاملين دجاج، فقال أنا أكل دجاج، فجاءني هذا الأخ الذي كان معه قال يا أخي هل أنت مسلم؟ قلت نعم مسلم إن شاء الله. لماذا؟ قال أمسلم تأكل الدجاج غير الحلال؟ طبعا أنا لا أريد أن أفتح موضوع يعني الذبح والحلال والحلال الحلال، ولكن حتى أعطيكم فكرة أن هناك خلاف يعني فقهي في بلاد الغرب إذا كانت دولة مسيحية، لأن الله سبحانه يقول كلام وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا طعام نقصد اللحوم لأن الفاكهة والخضار تجوز حتى من الملحد يعني، ولكن هي مقصودة باللحوم يعني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. بعض العلماء يعني فصل فيها وقال بدنا تقتل مذبوحة، وبعضهم قال تأكلها بما أنها في أهل الكتاب بغض النظر عن طريقة قتلها إلى آخره، لن نخوض في الفقه. ولكن الفكرة أن هذا موضوع فقهي يعني الموضوع فيه خلاف. أخونا هذا كان يرى جريمة كيف يكون إنسانا مسلما ويأكل لحم غير مذبوح وهو لا يصلي، هو لا يصلي يعني
من لا يصلي لو أخذنا بأقوال يعني العلماء المتساهلين أكثرهم تساهلا، قال من ترك الصلاة بالكلية ليس جاحدا بها فهو يعني حشاك فاسق خبيث إجرامه في نفسه أكثر من إجرام من يشرب الخمر ويأكل الخنزير، وبعضهم ذهب قال أجر أكثر جرما ممن يقتل. يعني تخيل هؤلاء الذين تساهلوا في أمر الصلاة، يعني قالوا تارك الصلاة غير جاحد بها، هذا يعني فاسق خبيث، يعني أشد إثما ممن يأكل الخنزير ويشرب الخمر ويزني. والأشد قليلا يعني قالوا أنه كافر من ترك الصلاة، وعندهم حجتهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الرسول لم يقل فمن جحد بها، قال فمن تركها. وبعض الصحابة كانوا يقولون يعني ما كنا نرى أمرا على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه كفر إلا الصلاة، فصلاة عظيم. فهذا الأخ مسكين نسأل الله لنا وله الهداية كان يرى نفسه مسلما، لماذا؟ لأن الشيطان شغله بما هو أدنى. أنا لا أقول أن عندما نسبق أهم بالأقل أهمية أن الأمر الآخر غير مهم، يعني ولا نعترض عمن لا يأكل اللحم إلا مذبوحا جزاه الله خيرا، هذا شيء طيب، ما نقول هذا غير مهم أو هذا، هذا هو مهم، ولكن نتكلم عن الترتيب الأولويات. يعني هذا الإنسان الذي يظن أنه قريب من الله، لماذا؟ يعني نتصور مع بعض، هذا الشخص المسلم يشتهي أكل الدجاج ويشتهي أكل اللحم، ربما اللحم المشوي، ويحرم نفسه، والشيطان يقول له الله الله كم أنت مسلم، كم أنت يعني طائع لله سبحانه وتعالى، جزاك الله خيرا. هذا هو الإيمان، تشتهي الشيء وتراه وتمتنع عنه خوفا من الله، ولكنه يشغله عن الصلاة ولا يصلي، فهو يعتقد. وهنا عندما قلت قبل قليل الطاقة الإيمانية لابد أن تصرف في المجال الصحيح، فلابد الإنسان يشغل نفسه، وربما يدخل في مهاترات ويدخل في جدالات ويدخل في مواضيع كثيرة جدا ربما ليست بأهمية الصلاة، وضيع نفسه هو بهذا الأمر، ضيع نفسه يعني، وأصبح أمره ما بين الفسق والكفر، وهو يعتقد أنه قريب جدا من الله. ولا نتألى على الله، لا نقول هذا الشخص، لا نتكلم بالعموم، فهو لا يصلي. فهذا ترتيب الأولويات مهم جدا، هذا مثال بسيط من ترتيب الأولويات. سأتحدث الآن عن مثال آخر رأيته بنفسي. كنت ذات يوم جالسة في المسجد، فدخل رجل إلى المسجد وكل قد صلينا العصر وهو يريد أن يصلي العصر، فسبحان الله نقل الصلاة نقلا ما رأيت مثلها في حياتي، يعني في ثواني قليلة أنهى العصر بسرعة يعني سوبر مان زي ما يقولون. فأنا بيني بنفسي قلت لعل يعني أحد في المستشفى أو يعني لابد أن لديه يعني عذر لهذه السرعة الفائقة جدا، وإن كان طبعا عذر في الإنسان أن يفسد صلاته يعني. ولكن ما بعد الصلاة ماذا حصل؟ جلس يسبح بعد الصلاة، ما خرج، جلس يسبح وقت طويل. هل التسبيح يغني عن الصلاة؟ لا، التسبيح يعني لو شخص جلس وقت الظهر سبح ألف تسبيحة لا تغنيه عن الصلاة. إذا هو ضيع صلاته ويعني أقام الوقت وهو يدعو ويسبح ويدعو الله، وهذا شيء طيب، ما نقول هذا مش مهم، ولكن ضيع ماذا؟ ضيع الصلاة، ضيع الأهم. كيف عرفنا أنه ضيع الصلاة؟ هناك حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فرد عليه السلام، فالمهم الرجل ذهب فصلى بسرعة، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصل، صلي فإنك لم تصل، ثم رجع فصلى بسرعة، ثم جاء للرسول قال له صلي فإنك لم تصل ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قال له والذي بعثك بالحق يا رسول الله أو يا رسول الله ما أحسن غيره فعلمني، فقال ارجع، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مثلا كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل وقوفا الى اخره، يعني صلى الله عليه وسلم لابد من الاطمئنان في الصلاه. العلماء اختلفوا في تفسير الحديث فقالوا صلي فانك لم تصلي اي ان صلاته باطله ومردوده عليه بالكامل، وهناك من قال انها ليست متكامله، ولكن المهم
أن هذا هو الخطر العظيم، لأن أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وفسدت فسد سائر عمله. هذا مثال آخر، يعني الإنسان ضيع وقته بالتسبيح وضيع الأهم، والتسبيح مهم، ولكن الترتيب، ترتيب الأولى، لو أنك عندك وقت محدد مثلا وقتك 10 دقائق، اجعل منها 7 للصلاة أو 8 حتى تطمئن فيها، ثم دقيقتين للدعاء وللتسبيح. المثال الثالث نراه حقيقة هذه الأيام، وهو مثال واضح، وهو الحفاظ والحرص على صلاة التراويح، وهو شيء طيب لا شك. صلاة التراويح من صلاة القيام، وهي شيء طيب لا شك في ذلك، ولا نقول أنها غير مهمة، ولكن ما رأيكم في من يضيع صلاة الفجر مثلا أو يضيع العشاء؟ بعضهم من يصلي العشاء في البيت ثم يجري أن يلحق صلاة التراويح، هذا تضييع. لماذا؟ تضييع للأولويات، لأن من يعني صلاة العشاء في جماعة أجرها أكبر بكثير من أجر التراويح. فيعني في كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي الفروض أو الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال العلماء أن لن تتحقق المحبة النوافل إلا بأداء الفرائض، من لم يؤدي الفرائض خلاص ولا مجال له، لأن هذا المفتاح، المفتاح أن تؤدي الفرائض وبعدين تستطيع أن تفعل يعني تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وحديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهناك حديث آخر يعني أو أن رؤية لا تحضرني الآن بتفصيلها، أن في أحد الصحابة أو التابعين فتاة صلى العشاء وصلى في بيته العشاء، ثم بعد ذلك ندم أن ما حضرها لم يحضرها مع الجماعة، فصلى وحده 27 مرة، يعني عادة صلى العشاء كل أولى فرض و26 كلها نافلة، حتى يريد أن يحصل أجر الجماعة الذين صلوا في المسجد، فرأى في المنام أنه يجري على رجليه والجماعة الذين كانوا في المسجد يسبقونه على الخيل، وهو صلى يعني لو قلنا 20 في 4 80، يعني حوالي 120 ركعة صلى، لأن الله لا يريد التعب منا، الله لا يريد، الله سبحانه وتعالى ليس الغرض التقرب من الله ليس بالتعب والإكثار من الصلوات، بل بأدائها كما أمرها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فهنا هذه في الأولويات، يعني شخص مثلا يقوم بتعديل المؤقت أن ينهض الساعة 7 حتى يلحق العمل، بينما الشروق مثلا الساعة 6 فهو يصلي الصبح بعد الشروق، وهذا إثم عظيم، ويحافظ على التراويح لا يضيع التراويح، هذا تضييع للأولويات، هو على خطر عظيم بتضييع صلاة الصبح. ولا أريد أن أتكلم ما قال بعض العلماء في من يفعل هذا، يعني ينوي تضييع الصبح، يعني هو يعدل الساعة وهو يعلم أنه لن ينهض لصلاة الصبح، يعني من نام هذا له يعني حكم آخر. مشاهد كثيرة حقيقة في تضييع الأولويات، منها مثلا الرجل أو المرأة يتساهلون في الغيبة والنميمة، وبعضهم ممن هو معروف بالصلاح والصلاة والتقوى تسمعه يتكلم في عرض المسلم فيقول لك: والله يا أخي سبحان الله، أخونا فلان هذا رجل طيب ورجل خلوق، ولكن لا حول ولا قوة، يعطيها الدباجة، لا حول ولولا أن أهل بيته، ويتكلم في زوجته، يعني هذا سبحان الله، والله يعني ربما يأتي بإثم يوم القيامة أكثر من إثم من يزني ومن يشرب الخمر بهذه الكلمات التي يعني يرميها. ويعني إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم الذين يتكلمون بها وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس وذات في النساء بأنها من 7 الموبقات، وقال عنها العلماء بأنها أكبر الكبائر. الآن أنا أتكلم عن ترتيب الأولويات في الكبائر، ليست كما تعتقد أنت، يعني دائما الإنسان يتعلم ويعلم كيف ما هي الكبائر يعني. وتضييع الأولويات يؤدي إلى تضييع المجهود والكفاءة في أمور الدنيا
وفي أمور الآخرة. والحقيقة أن نحن المسلمين لنفرق كثيرا بين الدنيا والدين، وهذا شيء طيب، لأن نحن ديننا يعني تطبيق للدنيا، تطبيق نطبقه في الدنيا، وهذه الدنيا إلا مزرعة للآخرة. فنحن يعني ما نفرق، ما نقول هذا عمل دنيوي وهذا عمل أخروي، نحن كل أعمالنا لله سبحانه وتعالى، كل حياتنا كل حركتنا في هذا الكون لله. وحتى يعني لا أطيل عليكم يعني فقط يعني حتى نعطي صورة عامة أو صورة شاملة، كل إنسان فينا يكون عنده فيجن، يكون عنده رؤية. ما هي رؤيتك في هذه الحياة؟ الرؤية هي آخر شيء تريد أن تصله. طبعا المسلم دائما يقول لك مرضات الله والجنة، لأن الدنيا تذهب، يعني من يعني يعيش على الحرير والذهب ومن لا يجد قوت يومه يتساوون في النهاية حفرة القبر يعني. فرؤية المسلم للحياة، الرؤية التي يعيش عليها هي مرضات الله، أو هكذا نزعم كلنا يعني. ولكن هذه الرؤية عندما تكون واضحة ستتشكل عن هذه الرؤية منهج. هذا المنهج هو الأولويات، أولوياتك أنت في الحياة. يعني ربما احنا مررنا في بلداننا العربية والإسلامية بأحداث كثيرة في السنوات الماضية، وربما تكون لاحظت أن صديقك أو ربما تجد إخوة من نفس البيت، أحدهم يقف في هذا الجانب والآخر يقف في هذا في ذاك الجانب، ولديهم كليهما لديه نفس المعلومات، وربما تربوا نفس التربية ونفس الباك جراوند كما يقال. فلماذا هذا أخذ هذا الموقف والثاني أخذ ذاك الموقف؟ وقد يكون يعني الموقفين يعني متضادات تماما. لماذا؟ لاختلاف الأولويات في أنفسك. يعني الأولويات هي التي تحركك في الحياة، وبالتالي فإن دائما القاعدة أن يكون عندنا فيجن الأول، أولويات الثانية، عن هذه الأولويات ينتج عنها حركتك في الكون. حركتك في الكون تنتج وتنبع من أولوياتك الحقيقية وليست ما تزعمه. يعني الإنسان يزعم أي شيء، يعني ممكن نقول أي كلام، قد نقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى يعني أهم شيء عندي في الدنيا، ولكن ما هي حركتك في الصلاة اليوم؟ هل عندما تنهض صباحا هل تشكل كل أمورك اليومية وفقا للصلاة؟ يعني أول شيء تنهض في الصباح ما تصلي الصبح، ثم أين سأصلي الظهر؟ قبل ما تخرج من بيتك يعني الظهر الساعة كذا، العصر الساعة كذا. في الشتاء نعرف أن الظهر والعصر قريبين جدا من بعضهم يعني، فبعض الأحيان مثلا تكون في محاضرة تكون في العمل، كيف سأصلي الظهر والعصر؟ وإذا تعذر ذلك كيف أجمع؟ ولكن لابد أن يكون قبل المغرب وكذا. يعني هذه حياتك أنت حياتك كلها الله، ولا يمنع ذلك من أن يعني أن أن أن, أن تسعى في الدنيا، لا ما يمنع أبدا، ولكن هذه الحقيقة. أما الأولويات الكلامية هذا كلنا ممكن نحسن هذا الكلام، ولكن لابد أن تدخل في داخلك وتعرف ما هي أولوياتك الحقيقية في هذه الدنيا، وليس كل مبني على الفيجن. والفيجن كما قلت الرؤية هي ليست ما ندعي بألسنتنا، ولكن ما نطبقه في حياتنا. يعني كل شخص يقول لك بمرضاة الله ولكن ما يصليش، كل شخص يقول لك بمرضاة الله ولكن يأخذ ضريبة ولا يتوانى في أخذ الربا أو في السرقة أو في الكذب أو في الغش، فهذا يعني أفعاله تكذب يعني ادعاءاته. أريد أن أبينكم هذه صورة، يعني ممكن أنا سوف أخذها من هنا، يعني كيفية ترتيب الوقت. يعني ربما الإنسان ممكن يعمل هذا مثل هذا جدول، يعني ربما تروه أمامكم هنا. في هذا جدول ستجد مربعات، في هذه المربعات توجد عندنا الأهمية والوقت، الأهمية والوقت، بمعنى أن الأمر كلما كان يعني أقرب من هنا فيكون أكثر استعجالا، ومن هنا يكون يعني الأهمية. فطبعا دائما نبدأ بالأمر الذي يكون مستعجل ويكون أكثر أهمية من الأمر الغير مستعجل أو الأبعد أهمية. ما ننتظر يعني عندما ترتب أمور حياتك بالنسبة للأمور المهمة جدا، إياك أن تدعها حتى تصل لأن تكون يعني إرجنت، يعني تكون تصل لمرحلة تكون مستعجلة جدا. يعني الصلاة نصليها في أول وقتها، ما نجعلها حتى آخر وقت الصلاة، خصوصا بين العصر والمغرب، ثم تقترب المغرب الشمس من الغروب فنبدأ مثل المجانين نبحث عن مكان نصلي فيه العصر قبل الغروب، ما نتركها حتى تقترب. وبالتالي هذه ليست في أمور الدين فقط، ولكن كذلك في أمور الدنيا. ترتيب الأمور يعني هذه الأمور طبعا معروفة في ما يسمى بالـ optimization في time في schedule،
ولكن فقط يعني هذه فكرة عامة نستطيع أن نطبقها في حياتنا اليومية. المحور الأخير في هذه في هذا الدرس أو في هذه الموعظة هي كيف يعني نستخلص أو كيف نحسن من ترتيب أولوياتنا. أول شيء الإخلاص، إخلاص النية لله. أول شيء أن تخلص النية لله وابتغاء وجه الله تعالى والدعاء من الله سبحانه وتعالى للتوفيق، ثم ابتغاء رضا الوالدين بعد رضا الله والدعاء لهما ومنهما كذلك. الشيء الثاني بعد النية وإخلاص النية أن تفهم نفسك. يعني بعض الأخوة يقول لك والله أنا أفهم فلان، يا أخي أفهم نفسك أولا. يعني قليل منا من يفهم نفسه، والله قليل منا من يستطيع أن يعرف أسباب ردود أفعاله. يعني لو شخص مثلا أذاك بأذية قليلة فيكون رد فعلك غضب شديد، وشخص آخر أذاك بأذية أكبر فتحملتها وكانت على قلبك بردا وسلاما، ألا ذهبت إلى نفسك وعرفت السبب؟ يعني ما هو، لماذا أنت، لماذا ردود الأفعال هذه؟ تقول لك والله مش عارف، ولكن هو تبحث عن أسباب، ولكن قد يكون في سبب مدفون في نفسك، أنك مثلا أنت أشد أو عندك الغيرة من فلان مثلا. فنحتاج دائما أن نفهم أنفسنا وأن لا نشتغل بفهم الآخرين، لأن أنفسنا لغز كبير، كل إنسان يوجد يحمل في نفسه لغز كبير. يعني فكل ردة فعل كيف تفهم نفسك؟ ما هي طريقة فهم النفس؟ هي بتقييم ردود أفعالك وتقييم اختياراتك. يعني كل اختيار تختاره في الدنيا، في كل أمر شائك تختار اختيار وتقف في صف معين، حاول أن تفهم لماذا وما هي دوافعه وما هي أولوياتك في اختيار ذلك الأمر. ثم أن تكون لك أولوية حقيقية في هذه الحياة وتعرفها، وتكون لك رؤية، لابد أن تضع لك رؤية واضحة. تحقيق رؤية في هذه الدنيا ومعرفة الأولويات والنجاح لا يأتي بالتمني والتخطيط، بل يجب العمل والتعلم وبذل الجهد، وقبل كل ذلك وذاك التوكل على الله. التعلم بالدراسة وحضور مجالس العلم من الثقات سواء بالمباشرة أو عن طريق المحاضرات، وهي الآن حدث ولا حرج كما يقال في اليوتيوب وغيرها. مجاهدة النفس ونزغاتها ودوام التقييم ردود أفعالنا واختياراتنا، وهل هي تتوافق مع الأولويات التي رسمناها لأنفسنا أم لا. في هذه الأمور الدنيا ربما هناك أمور قليلة خير واضح وأمور قليلة شر واضح، ولكن في الأمور الحياتية اليومية يختلط الخير بالشر، فكيف نميز، كيف ننزع الخير من الشر حتى نتبع الخير ونبتعد عن الشر؟ هناك أمر، هناك أمور في الدنيا أصولها أصلها حق ويشوبها باطل، وهناك أمور أصلها باطل ويشوبها حق. الإنسان السوي الحكيم الذي أولوياته واضحة ناصعة سوف يتبع حق، الأمر الذي أصله حق، ويرفض ما يشوبه من الباطل ويجاهد ما يشوبه من الباطل، ولكن يتبع الأصل هو الحق. أما متبع الهوى فينظر الأمر الذي أصله حق ينظر إلى باطله فيرد الأمر كله، فيرد هذا الأمر كله بسبب ما يشوبه من باطل، ويعمل زوم للباطل الذي هو على سطح الحق، ويتبع الباطل وذلك يعمل كأنه يعمل زوم أو تكبير لما يشوبه من بعض الحق. ولهذا هذه الحكمة والموازنة التي نحتاجها دائما في حياتنا، ودائما كما قلت الفيجن واضح، الأولويات تضعها وتتبعها، وليس فقط أن تقولها بلسانك وتفهم نفسك. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وسامحوني إذا طلت عليكم إن شاء الله. بالعكس طول طول لديك الذي والله أنا حمدها كل نصف ساعة كما بارك الله فيك أستاذنا دكتورنا الحبيب، جزاك الله خير وبارك الله فيك.